طيب دلوقتي نتكلم على السبرماتوجينيسيس من خلال هذا الدياجرام. هذا الدياجرام كان بيشمل كروس سيكشن في السيمينيفرس تيوبيول، والسيمينيفرس تيوبيولز هي الاستراكشرال يونتس اوف ذا تيستس. من خلال هذا الكروس سيكشن لقينا ان التيوبيول الواحده عبارة عن rounded structure زي ما احنا شايفين، الخلايا بتاعتها اللي قاعدة على البيزمنت ممبرين اسمها سبرماتوجونيا، ودي الخلايا الام للسبرمس. السبرماتوجونيا وتحت تأثير ال FSH اللي هو الفوليكل ستيموليتنج هرمون اللي بيخرج من البيتيوتري جلاند تتغير وتتشكل وتمر عبر مرحلة ميتوزس، انقسام ميتوزي، يتغير في شكل خلية السبرماتوجونيا وتتحول إلى خلايا أكبر في الحجم يسموها primary spermatocytes. يبقى دي عبر مرحلة اسمها ميتوزس البرايمري السبرماتوسايس وتحت تأثير من ال FSH هتمر across another process يقولوا عليها first meiotic division، سميتها هنا ال first meiosis. ال first meiotic division هتمر بيه ال primary spermatocytes وينقص حجمها، تتحول لخليتين اتنين، هم اصغر، كل خلية تتحول لاتنين اصغر في الحجم ويختزل فيها عدد الكروموزومات، والخلية الناتجة في هذه المرحلة يسموها secondary spermatocytes. وتحت تأثير مستمر من ال FSH تدخل secondary spermatocytes في مرحلة ميوزس آخر يسموها السكند ميوتيك ديفيجن أو السكند ميوزس، وتتحول فيها إلى سبرماتيتس. السبرماتيتس بعد كده هتدخل في مرحلة جديدة من إعادة التشكيل، يحصل لها ماتيوريشن، تنضج وتتحول فيها إلى السبرمس. ديت باختصار مراحل السبرماتوجينيسيس. إلا أن السبرمس المتكونة بداخل اليومن of the seminiferous tubule كانت سبرمس غير ناضجة، immature، كانت سبرمس مشلولة ما بتتحركش، عندهاش المقدرة على التحرك وهي غير ناضجة، ناضجة بمعنى أنها غير قادرة على تلقيح الأوفا. لكن علشان يحصل لها ماتوريشن لابد أن تنتقل إلى مكان آخر. لحد هنا عاوزين نشوف تركيب السبيرما المتكون اللي أصبح له شكل بس لسه ما عندوش المقدرة على الاقتحام، ما عندوش الباور او الابيليتي فور فيرتلايزيشن. تعالوا نشوف شكل السبرم. احنا بنسميه ماتيور سبرم، هو في الحقيقه ليس كومبليتلي ماتيور، هو نص ماتيور. نص ماتيور ازاي؟ تعالوا نشوف شكله الاول ونشوف ليه هو نص ماتيور ونشوف فين الفول ماتيوريشن هيحصل. شكل السبرم كان مكون من اربع اجزاء هيد، وكان شكلها بير ان شيب، تحمل نيوكليوس يوجد بداخلها عدد 23 كروموزوم، احد الكروموزومات ديت هو محدد للسكس، يا في يا واي يا اكس كروموزوم. وايضا يوجد في مقدمة الهيد كتلة يسموها اكروزوم، وتحتوي على بروتيوليتيك انزيمز او انزيمز هتساهم او تساعد في البنتريشن اوف ذا اوفا.
بعد الهيد في كونستريكشن. اي كونستريكشن في الدنيا كلها يجي بعد هيد يسموه نيك، فنجد هنا كونستريكشن اسمه النيك، ثم نجد الجزء الثالث اللي هو الميدل بيس، الموتور المحرك. هذا الموتور او المحرك اللي اسمه ميدل بيس يحتوي على اجزية الفيلمنت بيلف من حوالي ميتوكوندريا الهيليكس، يعني المحرك والوقود اللي هيحرك ديل السبرم. ثم بعد كده الديل اللي بيمشي فيه الاجزية الفيلمنت اللي هيساعد السبرم على توجيه دفة الحركة بتاعته وليس الحركة. السبرمس في هذه المرحلة اللي اتكونت فيها زي ما احنا قلنا كانت اماتيور، لكن كان لها هذا الشكل اللي احنا حكينا عليه. انما الفول ماتيوريشن لا يحدث ابدا في مكان التكوين، ومكان تكون السبيرمس كانت في السمنيفراس تيوبيولز، وهو ليس مكان مناسب للماتيوريشن. الماتيوريشن هيتم في مكانين اخرين، المكان الاول هو السمنال فيسكل، والمكان الثاني في الفيميل جينيتال تراك. طب مين اللي هيشيله في السيمينال فيسيكل اذا كان هذا السبرم مشلول انيبل تو موف؟ كان المسؤول عنه السموس ماسلز بتاعه الدكت سيستم. الدكت سيستم اللي احنا شفناه من شويه المكون من الابيديديمس والفاس ديفرنس، جدران هذه التيوبيولز كانت مزوده بسموس ماسلز. السموث ماسلز الكونتراكشنز بتاعها بيعمل موفمنت تشبه البريستالسيز، الحركة الدودية تسهم في نقل السبيرمس الى مكان التخزين اللي اسمه السيمينال فيزيكال، الحويصلة المنوية. في الحويصلة المنوية بيتم هناك عملية عملية الماتيوريشن بصورة جزئية، ان الفول ماتيوريشن لسه ما تمش. تتم جزء من الماتيوريشن في السيمينال فيزيكال اللي انتقلت اليها السبيرمس بفعل السموث ماسلز اوف ذا داكت سيستم، وما زالت السبيرمس في هذه المرحله انيبل او انسوتابل فور فيرتلايزيشن. ده كان الاستراكشر اوف ذا سبيرم. اذا السبيرمس اتكونت في السيمينيفراس تيوبيولز، اتكونت وبهذا الشكل اللي احنا قلنا وغير قادر على الحركة، وانتقلت الى السيمينال فيزيكلز حيث حدث لها عملية بارشيال ماتيوريشن. اما الفول ماتيوريشن فهتم في الفيميل جينيتال تراكتس. طيب السبيرمس اللي اتكونت ديت كانت المكون الهام لفلويد اسمه السيمن او السيمينال فلويد، السائل المنوي. هذا السائل المنوي اللي بتسبح فيه السبيرمس كان له كاركترز معينة. هنقول اذا كان في عندنا حوض سمك في مية وسمك، فالحوض بتاعنا الميته هي السمنال فلويد والسمك بتاعه هي السبيرمس. طب خصائص هذه المية اللي عايش فيها السمك اللي عايش فيها السبيرمس ايه؟ هذا الماء اللون بتاعه كان جريش، يعني لون رمادي خفيف. الكلر بتاعه اوفنسيف، نفاذ. الفوليوم في المرة الواحدة من 2 ل 4 مليمتر بير تايم، يعني في القصفة الواحدة في حوالي 2 ل 4 ملي. البي اتش لو حد داوي الطعم بتاعه الكلاين، قابض قلوي. الكاونت اوف ذا سبيرمس بداخل السيمينال فلويد كان السيمينال فلويد اللي هو 2 ل 4 ملي يحتوي على 200 الى 400 مليون سبيرم. من اين جاء هذا الفلويد؟ هو عبارة عن سيكريشنز ينتج من الجلانز المصاحبة او الريبرودكتيف سيستم اللي هي كانت السمنال فيزيكال والبروستات جلاند والبالبيوريسرال جلاند. الفانكشن اوف ذا سمنال فلويد ايه؟ ده السائل اللي بتسبح فيه السبيرمز. فكان سائل مغذي نورشمنت، ميديوم فور سبيرم موفمنت، سائل تسبح فيه السبيرمز، بروتكشن اجينست فيميل جينيتال داكت اسيديتي. الخاصيه الالكالينيتي الى القلويه هذا السائل بتساعد السبيرمز
على التغلب على الحريق الحامضي لإفرازات الجهاز التناسلي الأنثوي اللي هو الفيميل الجينيتال تراكتس. من غير هذا، من غير الألكالينيتي اللي هي القلوية بتاعت السيمينال فلويد، كان ممكن للسبيرمس انها تحترق بفعل الاسيديتي اوف ذا فيميل جينيتال تراكتس. كده نبقى خلصنا عملية السبرماتوجينيسيس والشيب اوف ذا سبيرم والكاركترز اوف ذا سيمينال فلويد.